كنا في الجولات السابقة نناقش بشكل كبير مسائل وقف إطلاق النار ومسائل كيف يمكن أن يتم الحديث عن منع تغيير خطوط التماس. أما الحمد لله الآن فقد تم تثبيت خطوط التماس بالكامل، ولم يعد يستطيع النظام أو يجرؤ على اختراقها أو تجاوزها. وكذلك وقف إطلاق النار شهد تحسنا كثيرا كثيرا عما سبق. بقيت مجموعة من الانتهاكات التي يقوم بها النظام هنا وهناك، ونحن مصممون على إيقافها. والمعارضة استطاعت أن تقدم نموذجا طيبا في الشمال المحرر من خلال إيصال الإغاثة إلى مستحقيها، بينما أثبت نموذج الكروس لاين وهو إدخال المساعدات عبر الخطوط فشله، إذ أن النظام لم يقدم شيئا من المساعدات التي جاءته، لم يقدم إلى الأطراف الأخرى أي شيء يذكر. أيضا فيما يخلص اللجنة الدستورية، بالنسبة إلينا موقفنا واضح، إما أن يكون هناك آلية واضحة ومحددة، جدول زمني شيء محدد يمكن الوصول إليه والعمل فيه، أما بهذا الشكل فهذا غير ممكن.